حادثة عدد كثير من جمهورية الصين الشعبية على إمضاء وتسليم محضر تنصيب شركة إنجاز مشروع قصر الثقافة والترفيه ببلاغي. هذه الشركة الصينية التي تم تعيينها من طرف سلطات هذا البلد الصديق الذي تفيضنا به العلاقات متينة تعود جذورها التاريخية إلى مرحلة الثورة التعليمية الخالدة لتستمر بعد الاستقلال ولتعزز بإعلان الشراكة الاستراتيجية وتبني الخطة الخماسية الاستراتيجية الشاملة الأولى والثانية، والهادفة إلى إعطاء دفع قوي لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.